احمد فصيل الفطيحه، ايش تقول في الوادي؟ والله وادي جميل حقيقه، تنصح جدا ما شاء الله. نهر نهر، اول نهر بالسعوديه ما شاء الله. ما شاء الله هذا وادي بيش من اعلاه من جهه الفطيحه، نهر نهر سايل طوال السنه بسم الله ما شاء الله. تشوفون الان امامكم الرحلات، العالم، الناس. في عقبة جبل الأسود ما شاء الله نبع موجود في وسط الجبل، يسحبون منه ليات تروح مسافات كبيرة حتى توصل القرية. هذا النبع اللي يأخذون منه الآن، النبع اللي حق الماء يصب في المكان كانوا مفكوك، ونحاول نساعدهم نرجع لهم. وين شبكة هنا على أساس الفك اللي صار في المكان هذا في وادي لجب. الصدع العظيم أيام قبل 70 مليون سنة حاصل الصدع العظيم، تكون منه وادي لجب. هذا التكوينات طوله حول 70 كيلو، الجبل جبل القهر هذا. هذه الان احنا في الصدع العظيم في وادي الريث او وادي لجب، زي ما تلاحظون يعني بسيط، فتحه تمشي فيها مسافات، عجيب الوادي لجب هذا. الان في الصدع يعني مرور سياره واحده في الوادي العملاق وادي لجب هذا، زي ما تلاحظون تكوينات عجيبه في الوادي العظيم هذا، اشجار عملاقه، مياه غيل. اهالي يستخدمون سيارات الشاص زي ما تلاحظون امامكم الان ما شاء الله، يمشون بسرعات عجيبه، يعرفون الوادي هذا تماما. وادي جميل هذا ما شاء الله، غير في الوادي في وادي لجب، شوف كيف من فوق عملاق، يمشي مسافات واشياء عجيبه في الوادي المخيف هذا، مرعب مرعب. اشجار عملاقه جدا في وادي لجب، من اجمل اوديه في السعوديه. السلام عليكم. سلام. كيف الأحوال؟ طوع على اللجب، أشجار حتى غريبة في الوادي هذا، يجي 4 كيلو تقريبا الصدع العظيم هذا. شوف النخلة هذه في الصدع العظيم في الوادي العظيم هذا، جمال هذا اللي فصل الجبل. شوف اعشاش شوف النخله هذه في الصدع العظيم في الوادي العظيم هذا، طيور جمال هذا اللي فصل الجبل. شوف اعشاش هذه حديقه عملتها البلديه هنا، بس ما ادري شغال وما شغال. هذا هو المنتزه حق وادي لجب، الوادي نفسه ممتاز، الواح طاقه شمسيه كله تقريبا جلسات، لا والله شغال كويس. اللي بيجي رحله ولا شيء يجي الوادي الشمسيه في المنتزه. شوف الجبل فوق كيف، يمكن 200 300 متر القمم مع اشجار هذه تشوفونها قدام فوق الوادي في المنتزه في وادي لجب. المكان جزء من وادي لجب، 6 كيلو تقريبا ما تطلع سياره، لازم مشي، وفي مواقع تسلق بالحبال حتى تستطيع تتجاوز، في بحيرات لازم تسبح منها حتى توصل. مسجد في مدخل لجب كله هنجر، شوف التانكي هذا حاطه محراب وسقف هنجر، والجدران نفسها حديد هنجر، جنب هذا التانكي واحد حاطه فاعل خير. هذا في قرب وادي لجب ما شاء الله، شوف القرود مع الحمير في الوادي في هذا البيئة الرائعة جدا ما شاء الله، كلنا عايش ومتكيف ومتعايش.